ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده ستيفلر رياكشن جديد لمسلسل من مسلسلات رمضان اللي هتنزل السنه دي، وهو مسلسل اللي ملوش كبير، وهو المسلسل بتاع ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وخالد الصاوي وعايده رياض دينا فؤاد دنيا عبد العزيز، وفي ممثلين تانيين بقى كتير، خالد سرحان ومجدي كامل وبدريه طلبه واحمد سعيد عبد الغني ومحمود حافظ، في شويه ممثلين كتيره كده، ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري. أنا من نوعية الناس اللي مش يعني مش حوار مش بحب أنا من نوعية الناس اللي مش بحب يعني ما نقوله مش بحب أتفرج، أو مثلا مش بحب أتفرج من الآخر يعني على مسلسلات ياسمين عبد العزيز في رمضان، أو يمكن هي ممكن تكون مسلسلات حلوة بس أنا غصب عني ممكن يكون في مسلسلات تانية أنا بشوفها من وجهة نظري أفضل، وممكن يكون التريلر بيظلمها. يعني مثلا المسلسل بتاع السنة اللي فاتت في ناس قالوا عليه حلو بس انا ما شفتهوش، اللي كان مع كريم فهمي وشريف منير، مش اسمه ايه والله ما فاكر حتى كان اسمه ايه المسلسل بتاع السنه اللي فاتت، المسلسل برضو اللي كانت عاملاه من كام سنه اللي كان مع مصطفى خاطر برضو ما اتفرجتش عليه، برضو مش فاكر اسمه. فمش يعني ياسمين عبد العزيز انا بحبها، يعني انا بحبها جدا، يعني كشخصيه انا بحبها، لما بتظهر في البرامج وكده والكلام ده كله، او بتظهر في فيلم مثلا كوميدي بتاع دمها خفيف يعني، بس انا مش من نوعيه الناس اللي بحب اتفرج لها على مسلسل 30 حلقه يعني في رمضان. يعني الله اعلم، ممكن التريلر بتاع مسلسلنا السنه دي اللي ملوش كبير يغير رايي، الله اعلم. هو برضو من انتاج سينرجي، فهو سينرجي السنه دي مكتسح السوق بمعنى الكلمه، مفيش تقريبا مسلسل مش سينرجي غير تقريبا المسلسل بتاع يسرى على ما اعتقد زي السنه اللي فاتت. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هيبقى معاهم احمد العوضي ومفروض ان هم متجوزين على ما اعتقد، يعني فهم متجوزين بجد يعني. طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة التريلر بتاع مسلسل اللي ملوش كبير في رمضان السنة دي، يلا بينا. غزل انت مفيش زيك في الدنيا دي أبدا. غزل مش سهلة، اللي قاعدة قدامك دي ولا فارق معاها حياة ولا موت. سفر خديوة لو اتضرب ضربة وما جابتش أجل ومش هيسمي على حاجة. لو عايز تهزق راجل قتل واحدة ست. على الله حكايتك يا ست. ايه ده، انتوا اتجوزتوا ولا ايه؟ دي كمان مأجرة شقة جنب بيت الخديوي. الخديوي اتجوز عليا؟ طب والاعمال اللي انا عاملاها ايه؟ سيف الخديوي الكل بيعمل له ألف حساب. صح قوي انك مش عارف واقع مع مين. والله انا شايف ان انا عابد بيه تيمور، وانا لو طبقت ايدي عليكم همحيكم من على وش الدنيا. البس بقى عشان خارجين. خلي بالك يا صاحبي، المعاناة الحقيقية هتبتدي من دلوقتي. في اي حاجه انا متغيره. انتوا اللي عملتوا فيا كده، بعتوني عشان تشتروا راحتكم. بتفهم نفسك بقى، انت فاكره نفسك مين ولا فاكره احنا مين؟ احترم نفسنا بقى وتعرفي ان انا كبيرك. انا ماليش كبير. اللي مالوش كبير. اوكي يا جماعه، برضو عندي نفس المشكله مع ياسمين عبد العزيز، مش داخل دماغي اول تريلر صراحه، مش داخل دماغي. لا سوري، انا قلت من شويه ان السنه اللي فاتت عملت مسلسل مع كريم فهمي وشريف منير، ما دخلتش دماغي زي ما قلت، والسنه اللي قبلها عملت مسلسل اللي كان مع فتحي عبد الوهاب بس مع الاسف برضو مش فاكر اسمه، وبعد كده كان في مسلسل اللي كان مع مصطفى خاطر. يعني مسلسلات ياسمين عبد العزيز يا جماعه مش بتيجي معايا سكه، والله انا اسف لكل الناس اللي بتحب ياسمين عبد العزيز واللي عايزيني مثلا اتفرج على مسلسل مسلسلات ياسمين عبد العزيز، بس للاسف انا مش جاي معايا سكه خالص، يعني ما اعتقدش ان انا هتفرج عليه السنه دي. تريلر مش شددني خالص، يعني ممكن تكون الحاجه الوحيده الايجابيه بالنسبه لي من وجهه نظري انا في التريلر ده هو خالد الصاوي، غير كده مش عارف، مش بالع قوي مسلسلات ياسمين عبد العزيز، مش بالع التريلر. انا في مسلسل هجمه مرتده بصراحه كنت مبسوط من اللي انا شفته، مسلسل الاختيار انا كنت مبسوط من اللي انا شفته، المسلسل ده مش شددني. حاسس المسلسل ده من نوعية المسلسلات اللي بتتعمل كل سنة اللي هو خيانة أو ارتباط أو مش عارف إيه، وفي مصالح وتطلع في الآخر تقول كم إفيه، وتطلع في الآخر تعملها شوية حركات أكشن، وطبعا هم من الآخر يعني عاملين المسلسل ده عشان يمشوا مع الموجة بتاعة أن ياسمين عبد العزيز متجوزة أحمد العوضي، فيلا بينا نعمل لهم مسلسل. مش جوي بصراحه، مش جوي يعني، انا اسف مش جوي خالص يعني المسلسل ده، ما اعتقدش ان انا هتفرج عليه يعني برضو. والحمد لله ان هو كان اوفيشال تريلر، فمش هيبقى فيه تريلر تاني ليه، هو كان اوفيشال تريلر مش تيزر. نسبه ترقبي 4/10 مش اكتر من كده يعني بصراحه في المسلسل ده، يعني مش عارف هل فعلا حد هيتفرج عليه المسلسل ده، الله اعلم.
مع ان رغم ان سمعت بتاع السنه اللي فاتت جاب مشاهدات عاليه جامده قوي يعني. ما علينا والله، كل واحد وذوقه بقى، كل واحد وذوقه. ما علينا، دي كانت حلقتنا النهارده في هنا هوم سينما على رمضان في البيت على هوم سينما. ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه هيبقى عندنا 2 تيزر هنزلهم ان شاء الله باذن الله، وهو التيزر بتاع مسلسل نيلي كريم اللي هو اللي اسمه ضد الكسر، وفي مسلسل بتاع محمد امام اللي اسمه النمر. التو فيديوز او التو تريلرز هيبقى في فيديو واحد انا هنزله، زي ما عملت المسلسل بتاع دل الراجل بتاع ياسر جلال وحرب اهليه بتاع يسرى وبس الخياط، هيبقى نفس الموضوع بالظبط يعني. بس دي كانت حلقتنا النهارده في هوم سينما، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.